أمين أمين. أهلا بكم في الفرصة الأخيرة في مؤتمر بصمة من وادي النطرون. احنا مبسوطين كلنا بوجودنا قدام الرب، مبسوطين بمشاهدينا قناة الكرمة اللي بيتابعونا ومعانا على الشاشات. ما تتخيلوش قد ايه رد الفعل، على فكرة انتوا كشباب موجودين معانا هنا في الاجتماع، قد ايه الناس متابعانا وقد ايه الناس فرحانة بالرب، فرحانين بحضور الرب في وسطنا. كم واحد بيحس ان الرب موجود في الوسط؟ انا وصلني رسائل ان الناس في البيت كمان لمسين ده وشايفين ده، منتظرين الرب. تعالوا نبتدي واحنا بنقول له مستحق يا يسوع كل المجد والسلطان في السماء وعلى ارضنا، كرامة ومجد ليك. احنا جايين نهديك كل الاكرام والمجد، مستحق يا يسوع كل المجد والاكرام. مستحق يا يسوع كل المجد والإكرام في السماء وعلى أرضنا. مستحق يا يسوع كل المجد والإكرام في السماء وعلى أرضنا. مستحق يا يسوع كل المجد والسلطان في السماء وعلى أرضنا. مستحق يا يسوع كل المجد والسلطان في السماء وعلى أرضنا. كرامة ومجد كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك يا يسوع. مستحق يا يسوع كل المجد والسلطان في السماء وعلى أرضنا. مستحق يا يسوع كل المجد والسلطان في السماء وعلى أرضنا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك يا يسوع. بفضل نعمتك وعمق رحمتك محبتك وارتمي عليك، اروي ظما قلبي وشوقي وحبي يا ربي وحاجتي إليك. تحمدك الشفاء
أعظم. فرحتي بك فرحان بيه. كم واحد فرحان بالرب الليله؟ وشكم باين عليه الفرح. تعالوا نرنم ونقول له فرحك جوه القلب يا سيدي، ياللي مليت حياتي افراح بعد ما كنت بعيد، خليت حزني ماضي وراح وابتدت الاناشيد. من النهارده تطلع من المؤتمر وانت فرحان بالرب. مين يقول امين؟ فرح الرب يملى قلبك، مش بترنيمه وكلمه حلوه سمعتها، لكن بفرح حقيقي يمشي معاك ترجع بيتك مهما يحصل. وزي ما الترنيمة هتقول مهما كان هفضل فرحان بيك. يلي مليت حياتي افراح بعد ما كنت بعيد، خلت حزني ماضي وراح وابتديت الاناشيد. يلي مليت حياتي افراح بعد ما كنت بعيد، خلت حزني ماضي وراح وابتديت الاناشيد. فرحك جوا القلب يا سيدي هو سروري ومصدر عيدي. فرحك هو سروري ومصدر عيدي، ولا يتأثر باللي بيحصل او ايه مهما او ايه مهما كان. ورد وقلبي بغمر كلامك اللي يرد الروح، كلمة تداوي وكلمة تعسي وكلمة تشيل النوح. ورد وقلبي
شكلكم النهارده فرحانين قوي بالرب، وانا عايز اقول لكم انه لما الاخوه المسؤولين النهارده يبصوا على شكلنا الجميل ده واحنا فرحانين فرح حقيقي بالرب. فاكرين في اول يوم باين اخويا رفيق قعد يقول على اللي لابسين اشاره حمراء دول، اهو بتوع الاشاره الحمراء النهارده لما يشوفوا تاثير وعمل الرب فيكم هيخلعوا الاشاره الحمراء بقى ويبقوا بيض وحلوين. انتوا ما تدركوش قد ايه كل اخ مسؤول في هذا المؤتمر، يعني تقريبا من بعد المؤتمر السنه اللي فاتت هم شغالين علشان تتمتعوا بالرب ويبقى فيكم الفرح الحقيقي ده. فانا نفسي نديهم سقف على تعبهم معانا. ده الفرح الحقيقي. بره كده ممكن تفرح شويه، بس الترنيمه اللي جايه بتقول لك الفرح بره المسيح اوهام. اوهام كل الحياه اوهام. من غير يسوع أوهام. اسمع الكلام ده وركز في كل كلمة فيه. الترنيمة دي من أروع الترنيمات اللي اتكتبت في الأيام الأخيرة. فكرت هلاقي الحرية والفرح والسعادة لما أبقى برة، لكن أنا بعتقد أن أنتوا اختبرتوا الكلام ده في المؤتمر، ومشاهدين شايفين فيكم فرح حقيقي، ويمكن حد نفسه يتمتع بنوع الفرح ده. سر الفرح ده هو شخص الرب يسوع اللي اتقابلنا معاه وعرفناه، يدي فرح حقيقي مختلف عن فرح العالم، لأن كل حاجة بره في العالم أوهام. أنا راجع عليك
ابعد وامشي لوحدي، يمكن ايامي وليالي تخفى عليك. اتريني في وحل العبودية بغرق فيها شوية شوية، مش دي الحرية الحقيقية، انا راجع عليك. فكرت هلاقي الحرية لما بعيد وامشي لوحدي، يمكن ايامي ولياليا تخفى عليك. اتريني في وحل العبودية بغرق فيها شوية شوية، مش دي الحرية الحقيقية، انا راجع عليك. اوهام كل الحياة اوهام، من غير يسوع اوهام، لو حليت الايام من غير يسوع اوهام. يلا قول معايا الكلام اللي جاي. سامحني ان كنت في يوم خنتك، حبيت العالم وانكرتك، انا عارف ربي اني وعدتك، انا هفضل ليك مستنيني يا رب، لكن وعدك تستناني لما ارجع لك انا من تاني، تغفر لي وتنسى اني اناني، انا راجع لي. حبيت العالم وانكرتك، انا عارف ربي اني وعدتك، انا مفضل ليك، لكن وعدك تستناني لما ارجع لك انا من تاني، تغفر لي وتنساني اناني، انا راجع ليك. اوهام كل الحياة لو حليت الأيام من غير يسوع أوهام. أوهام كل الحياة أوهام، من غير يسوع أوهام، لو حليت الأيام من غير يسوع أوهام. وهم وأنا في مؤتمر جامعة قلت لما أكون ماشي ورا خطية وماسك فيها قوي واكتشف إن في الآخر اللي مسكته قبض الريح ده وهم، لما أكون بجري ورا علاقة بعتقد من خلالها إنه الشاب اللي هعمل معاه علاقة هيشبعني وفي الآخر أكتشف إنه جرحني وهم، لما أكون في شات وأقولها لكم بصراحة أنت متخيل بقى إنك أنت يعني في شات مع واحدة على الفيسبوك حاطة صورة مش عارف مين وفي الآخر تكتشف إنه ولد، وهم وهم. مفيش غيرك يشبع نفوس عاشت جعانة. اسمع الكلام اللي جاي ده مهم قوي، ويطلق من الأسرة نفوس تتحرر. امبارح واليوم وبكرة الجاي ما تغيرش، أنا ماسك فيك وأنا ضامن وعودك إلهنا الحي. مفيش غيرك يشبع نفوس عاشت جعانة، ويفجر من الصخرة مية القلوب عطشانة. مفيش غيرك يشبع نفوس عاشت جعانة، ويفجر من الصخرة مية النفوس عطشانة. انت يسوع امبارح واليوم وبكرة الجاي، ضامن وعودك إلهنا الحي. امبارح واليوم وبكرة الجاي، إلهنا الحي، إلهنا الحي.
بالضعف ويدي قواه ويخلق من الأسرى جيوش بتهتف لاسمه انت يسوع. امبارح واليوم وبكرة الجاي ضامن وعودك إلهنا الحي. امبارح واليوم وبكرة الجاي ضامن وعودك إلهنا الحي. مفيش غيرك يهدم أساس أقوى السور يملانا بالتهليل وفرحنا في مضمون. مفيش غيرك يهدم أساس أقوى السور يملانا بالتهليل وفرحنا في مضمون يسوع. امبارح واليوم وبكرة الجاي ضامن وعودك إلهنا الحي. امبارح واليوم وبكرة الجاي ضامن إلهنا الحي. إلهنا الحي. يطلق من الأسرى جيوش بتهتف لاسمه. وإحنا بالإيمان شايفين فيكو كده. يطلق من الأسرى جيوش. يطلق من ناس جم المؤتمر مربوطين. أنا وأنا برا شفت مناظر كتير لناس مربوطين. مش هقول علشان اللي قدام الشاشة ما يعرفوش أنا شفت إيه. بس شفت كتير ناس مربوطين ومقيدين بحاجات كتير قوي وما كانوش قادرين يمسكوا نفسهم وهم برا. بس يطلعك الرب من المؤتمر ده محرر. تقول أمين. فين أمين الحلوة بتاعتكم؟ أمين. تقول له أنا عايز أعيش الحرية. ما تيجوا نقول الترنيمة اللي رنمناها. غيرني لصورتك خليني أبقى يا يسوع على شبك. أنا عايز أطلع من المؤتمر ده عايش الحرية بجد. تطلق من الأسرى جيوش بتهتف لاسمك. أنا عايز أعيش الحرية. بصمة شخصك تظهر فيا. أنا ملكك ربي وفدية يا حبيبي يسوع. أقف معايا وأعلنها قدام الرب وقدام اللي معاك وقدام الشاشات وقدام الكل في العالم. أنا هطلع من المؤتمر ده عايش الحرية. عايز أتحرر حرية حقيقية. أنا عايز أعيش الحرية. خليني أبقى يا يسوع على شبهك. أنا عايز روحك يملاني فأعيش الباقي هنا لمجدك. غيرني لصورتك خليني أبقى يا يسوع على شبهك. أنا عايز روحك يملاني فأعيش الباقي هنا لمجدك. تعبتني العيشة السطحية اللي مليانة بخداع. نفسي في حياة حقيقية وكفاية صراع. أنا عايز أعيش الحرية. بصمة شخصك تظهر فيا. ملكك ربي وفدية يا حبيبي يسوع. أنا عايز أعيش الحرية. بصمة شخصك تظهر فيا. أنا ملكك ربي وفدية يا حبيبي يسوع. يا حبيبي يسوع. مشتاق أتغير واتحرر. تعبتني حياتي بخطر
خطايايا والعادة. أيوة قولها معايا من قلبك. وتنقي مشاعري جوايا، مشتاقة اتغير واتحرر، تعبتني حياتي في خطايايا والعادة، أو فكري سيطر وتنقي مشاعري جوايا. أرجوك اشبعني بكلامك فأدوس على كل التفاهات، وقوفك جنبي في قراري يديني ثبات. انا عايز اعيش الحريه، بصمه شخصك تظهر فيا، انا ملكك ربي وفديه يا حبيبي يسوع. انا عايز اعيش الحريه، بصمه شخصك تظهر فيا، ملكك ربي وفديا يا حبيبي يسوع، يا حبيبي يسوع. اصل انا ليا قيمه غاليه قوي في عينيه، ده اللي النهارده ربنا هيكلمنا فيه. هللويا، انا غالي في عينيك، محفوظ مكاني، عمره ما بيضيع جمالي لو للحظه من عينيك. هللويا، اني ملكك، اني ابنك، اني قدسك. مهما يحصل أنا غالي عليك، مهما يحصل قيمتي عمرها ما تنزل في عينيك. تعرفوا أنا وإنتم في نظر الدولة رقم، إحنا رقم على فكرة، أنا رقم مش أكتر من كده. وقدام شوية كل حاجة هنتعامل بيها في الدولة، وإن كان ابتدى من دلوقت برقم، الرقم القومي هتعمل بيه كل حاجة في حياتك. ممكن اسمك ما يهمهمش اسمك، بس يهم الرقم. أنت قدام الرب مش رقم من ضمن الأرقام، أنت معروف باسمك وظروفك وكل ما فيك. عمره ما بيضيع جمالي لو للحظة من عينيك. أنا أدعوك أكتر ما إنك تسمع وتستمتع وتسقف، حط عينك على الرب كده وتأمل في الكلام ده، وقول له أنا غالي يا رب. انسى إن في حد معاك خالص في القاعة، واعتبر نفسك لوحدك بتكلمه بالكلمات الحلوة دي، وتقول له أنا غالي يا رب. هللويا، أنا غالي في عينيك، محفوظ مكاني، عمره ما بيضيع جمالي لو للحظة من عينيك، لو للحظة من عينيك. مرة تاني. هللويا، أنا غالي في عينيك، محفوظ مكاني، عمره ما بيضيع جمالي لو للحظة من عينيك، لو للحظة من عينيك. هللويا، انت مش بتخجل زي وعدك، تبقى لي وانا ليك، تبقى ليا وانا ليك. مرة تاني. هللويا، انت بري رغم عاري، انت ستري، مش بتخجل زي وعدك، تبقى ليا وانا ليك، تبقى ليا وانا ليك. هللويا، فيك شفائي رغم نقصي، رغم دائي، رغم كل جروح في نفسي، ده علاجي في ايديك، ده علاجي، فيك شفائي. هللويا، فيك شفائي رغم نقصي، رغم دائي، رغم كل جروح في نفسي، ده علاجي في ايديك، ده علاجي في. قولها بقى فخر. هللويا، اني ابنك، اني ملكك. امين. مش لحاجة حلوة فيا، محبة
محبة سكنة فيك، دي محبة. قولها مرة تاني لوحدك. هللويا. أمين. مش عشان فيا حاجة حلوة. حلوة فيا دي محبة سكنة فيك، دي محبة سكنة فيك. علشان كده هختم معاك وأنا بقول عمري ما هفشل. اوعى تفشل في نفسك أبدا. فيك شفائي رغم نقصي رغم دائي رغم كل عيوب فيا، عمري ما هفشل طول ما النعمة أنا ساكن فيها بدم يسوع. عمري ما هفشل طول ما أيديك أنا ماسك فيها. ما تسمعوني صوتكم باسم يسوع. عمري ما هفشل طول ما النعمة أنا ساكن فيها بدم يسوع. عمري ما هفشل طول ما أيديك أنا ماسك فيها باسم يسوع. عمري ما هفشل طول ما النعمة أنا ساكن فيها بدم يسوع. عمري ما هفشل طول ما أيديك أنا ماسك فيها باسم يسوع. إزاي أفشل وأنت إلهي بقوة روحك ساكن فيا؟ وسط ظروفي الصعبة وخوفي ألقى سلامك فايض ليا. إزاي أفشل وإنت إلهي بقوة روحك ساكن فيا؟ وسط ظروفي الصعبة وخوفي ألقى سلامك فايض ليا. عمري ما هفشل طول ما النعمة أنا ساكن فيها بدم يسوع. عمري ما هفشل طول ما أيديك أنا ماسك فيها باسم يسوع. عمري ما هفشل طول ما النعمة أنا ساكن فيها بدم يسوع. عمري ما هفشل طول ما أيديك أنا ماسك فيها باسم يسوع. إزاي أفشل وأنت وعودك إن سقطت إلى شماتة؟ أبداً. إزاي أفشل وإنت وعودك إن سقطت إلى شماتة؟ وإن جلست في ظلماتي عدواتي للا شماتة. عمري ما أفشل طول ما النعمة أنا ساكن فيها بدم يسوع. عمري ما أفشل طول ما أيديك أنا ماسك فيها باسم يسوع. عمري ما أفشل طول ما النعمة أنا ساكن فيها بدم يسوع. عمري ما أفشل طول ما أنا ماسك فيها باسم يسوع. إزاي أفشل وإنت مليكي حارسني وعينك عليا؟ لحظة بلحظة كل طريقي كشفني وحاسس بيا. إزاي أفشل وإنت مليكي حارسني وعينك عليا؟ لحظة بلحظة كل طريقي كشفني وحاسس بيا. عمري ما أفشل كل ما النعمة أنا ساكن فيها بدم يسوع. عمري ما هفشل طول ما ايديك انا ماسك فيها باسم يسوع. عمري ما هفشل طول ما النعمة انا ساكن فيها بدم يسوع. عمري ما هفشل طول ما ايديك انا ماسك فيها باسم يسوع. ازاي افشل وانت وعدتني خير ورحمة يتبعاني؟ كل ماضي انت معطتني لم تتركني ولم تنساني. ازاي افشل وانت وعدتني خير ورحمة يتبعاني؟ كل ماضي انت معطتني. يلا قول بفخر عمري ما هفشل. عمري ما هفشل طول ما النعمة انا ساكن فيها بدم يسوع. عمري ما هفشل طول ما النعمة انا ساكن فيها بدم يسوع. عمري ما هفشل طول ما ايديك انا ماسك فيها باسم يسوع. ارفع قلبك معايا للرب وقول له يا رب مهما كان من قيود عليا انا هطلع من المؤتمر ده اعيش الحريه. عمري ما هفشل في نفسي، عمري ما هفشل في اللي بيحصل معايا، عمري ما هفشل في اني حاولت مرات وما عرفتش. انا هطلع وانا واثق فيك. انا هطلع من المؤتمر ده وانا عارف انك انت الهي
اللي بقوة روحك ساكن فيا. أنا هطلع من المؤتمر ده وأنا عارف إنه إلهي الحلو بيحبني مش لحاجة حلوة فيا، دي محبة ساكنة فيك. أنا هطلع وأنا عارف إن أنا غالي قوي عليك. قبل ما أصلي معاك الكلام اللي جاي وأنا أدعوك لو حافظه ما تفتحش عينك وصليه، وهعتبره صلاة جماعية بنختم بيها. وأنت بتقول له أنا أبقى إيه؟ أنا أبقى مين؟ علشان إله الكون يعرفني. أنا في نظر الناس واحد من الملايين اللي عايشين. أنت اخترت تشوفني وتميزني مش لأي حاجة حلوة فيا، لكن زي ما كنا بنرنم من شوية، دي محبة ساكنة فيك. لما ببص للشمس والنجوم، السماء والأرض، الهواء والمية وكل الكون، مش بقدر أفهم إزاي دول صنع إيديك. بأمرك الكل صار وأصبح ليك. أنا أبقى إيه؟ أنا أبقى مين؟ إله الكون يحبني؟ إله الكون يعرفني؟ أنا غالي قوي على قلبه. صليها معايا. لما ببص للشمس والنجوم، السماء والأرض، الهوى والمية وكل الكون، مش بقدر أفهم إزاي دول صنع إيديك. أمرك الكل صار وأصبح ليك، لكن الأصعب فهمه إزاي بتحس بيا، ازاي بكل عظمتك دي بتفكر فيا، شايف كل لحظة وساعة بتمر بيا، وسط كل الناس عينك عليا. انا ابقى ايه؟ انا ابقى مين؟ عشان اله الكون يعرفني. انا واحد من الملايين اللي عايشين، اخترت تشوفني وتميزني مش لأي حاجة فيا، لكن علشان حبك عظيم. انا ابقى ايه؟ انا ابقى مين؟ عشان اله الكون يعرفني. انا واحد من الملايين اللي عايشين، اخترت تشوفني وتميزني حاجة فيا، لكن علشان حبك عظيم بتحبني. لما ببص لنفسي واشوف كل اللي فيا، بخجل اجي عندك، بخاف تقسى عليا. حاولت كتير اتغير قبل ما اجي ليك، نسيت ان عندك وحدك بتغيير. دايما بنسى ان غفرانك ملوش حدود، وعلشان حبك ليا بس انا ليا وجود. انا مستاهلش اعيش حياتي عند رجليك، تطلب مني ابقى ابن ليك. انا ابقى ايه؟ انا ابقى مين؟ عشان اله الكون يعرفني. انا واحد من الملايين اللي عايشين، اخترت تشوفني وتميزني مش لأي حاجة فيا، لكن علشان حبك عظيم. انا ابقى ايه؟ انا ابقى مين؟ عشان إله الكون يعرفني. أنا واحد من الملايين اللي عايشين، اخترت تشوفني وتميزني مش لأي حاجة فيا، لكن علشان حبك عظيم بتحبني. بنباركك، بنعظمك، بنشكرك، لأنه علشان حبك عظيم أنت بتحبنا.
مش علشان أي حاجة حلوة فينا، أنت بتحبنا. بتحبنا لأن قيمتنا غالية في عينيك ومقامنا ثابت في عينيك. بتحبنا لأنك أحببتنا. بتحبنا لأنك ورتنا الدليل على محبتك. بتحبنا وإحنا عارفين إنه مفيش أي حاجة ممكن تحرك قيمتنا في عينيك. بتحبنا وإحنا عارفين إنك تقدر تمسك بإيدينا واللي إحنا مش عارفين نعيش فيه، تمسكنا وتعيشنا في الحرية زي ما كنا بنرنم. عشان كده إحنا منتظرينك في الوقت الجاي يا اللي بتحبنا، تكلمنا وتعرفنا قد إيه إحنا غاليين في عينيك. ليك كل المجد. آمين. آمين. بسرعة اللحظات الجميلة بتخلص، هي الحياة كده. بسرعة المؤتمر مضى كأنه جلسة جميلة. بصراحة ما حسيناش بالأربع أيام بسبب روعتهم، لأن ما حدش يقدر ينكر إن الله غمرنا فيهم ببركات كتيرة. بس الأغلى إن إحنا في آخر فرصة، والفرصة الأخيرة دايما غالبا بتكون نادرة. ولما الواحد يسمع ان دي اخر فرصة بالنسبة للحاجة دي، بيحاول بكل امكانياته انه يلحق بالفرصة الاخيرة. مش عارف دي يمكن تكون اخر فرصة لمين. ربنا كلمك كتير في الايام اللي فاتت. في ناس خدت مسافة حوالي 400 كيلو علشان توصل لحد هنا. بعد ما قطعت المشوار ده كله ووصلت، خسارة انك ترجع زي ما جيت. لكن عايز أقول لك إن ربنا مجهز لك فرصة عظيمة. فتح ودانك وركز معايا، فربنا هيتكلم في الوقت اللي جاي. عزيزي مشاهد قناة الكرمة، بنرحب بيك، وأكيد وسط آلاف القنوات الفضائية ربنا قصد الوقت ده إنك تكون معانا عشان عنده رسالة ليك. تعال نرحب بخادم الرب الدكتور إسامة عاطف. فرحان أكون موجود معاكم في آخر وقت لنا في المؤتمر. أتمنى يكون الرب كلمكم في كل الخدمات اللي فاتت، وإدي ودانك للرب اللي حابب إنه يكلمك في الوقت القليل اللي جاي. الحقيقة لجنة المؤتمر اختارت موضوعات حلوة جدا، من ضمنها الموضوع اللي قدامنا ده بعنوان أنت مميز. ويمكن ده اللي قلناه في الترنيم، وشكرنا الرب لأنه كل واحد فينا شعر بغلاوته على قلب الرب لما قال هللويا أنا غالي في عينيك، محفوظ مكاني، عمره ما بيضيع جمالي لو للحظة من عينيك. لكن مع تقديري الشديد للجنة المؤتمر، هم شافوا إن دي أفضل مواضيع ممكن يقدموها لكم. فكانت في مواضيع حلوة قوي، عرفت إنه كان في موضوع عن الغني الغبي، وعرفت إنه كان في موضوع عن شمشون، وعرفت كمان إن دكتور عادل أخذ خدمة معاكم عن النمو، واختاروا لنا كمان الموضوع الحلو ده نتكلم فيه. لكن ما أعتقدش إنكم قبل كده لا في المؤتمر ده ولا في أي مؤتمر تاني اخترتوا الوعظة اللي تسمعوها، ولا اخترتوا قبل كده، ولا الوعظة اللي تعجبني أنا اللي هوعظها. طبعا المفروض اني مشغول بيها، بس اوقات بيبقى مش كده. فجربتوا الحكاية دي انكم تختاروا وعظة من الوعظات. انا كنت حابب اجيب معايا وعظتين، وعظة على الشاشة دي ووعظة على الشاشة دي، لكن امكانياتنا الفنية ما سمحتش بان كل شاشه يبقى عليها وعظه. وطالما الامكانيات الفنيه بتقل، يبقى لازم الامكانيات الذهنيه تعلى. فانتوا تركيزكم هيزيد معايا قوي علشان الشاشتين
هيعرضوا لنا وعظتين غير الوعظة دي. إن عجبتكم واحدة من الاثنين نكمل فيها، إن ما عجبتكوش واحدة من الاثنين هنضطر نرجع للوعظة اللي لجنة المؤتمر اختارتها. موافقين؟ تركزوا معايا. وأنا وأنا قدكم سمعت في الموضوعين دول، وأنا هتلاقوني بغير لون الشاشة علشان ما تعبكوش. فدي الوعظة الأولى عن التلمذة الحقيقية. أنت دفعت قد إيه علشان تبقى ابن لله؟ أنت دفعت قد إيه علشان تبقي بنت لله؟ حد فينا دفع حاجة؟ ولا حاجة. متبررين مجانا بنعمته، ببلاش. لكن خليني أقول لك، أنا أدفع قد إيه علشان أكون تلميذ حقيقي للرب؟ أنا دفعت شوية حاجة علشان أكون إب لله، لكن علشان أمشي مشوار التلمذة الحقيقية أنا مش هدفع حاجة، لا، ده أنا هدفع كل حاجة. ده عنوان العظة الأولى. أما عنوان العظة الثانية فهو عن محبة الرب. محبتي أنا للرب، الرب بيحبني، مفيش كلام، أنا بحب الرب الحقيقة في كلام. وبالتالي هنقف شوية علشان أشوف أنا بحب الرب ولا في كلام. أتمنى ما يكونش في كلام، على الأقل بعد ما ناخد وقتنا قدام الرب ونرفع قلوبنا للرب يبقى مفيش كلام تاني في إننا بنحب الرب إلهنا من كل قلبنا من كل فكرنا من كل قدرتنا. بس برضو الوعظة الأولى أنا شايفها أنها حلوة برضو. والآية الذهبية بتاعتي بتقول إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وإمرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الرب. فأنا عشان أبقى تلميذ محتاج أعمل إيه؟ أبغض الجميع، وإلا من الآخر كده مش هتقدر تبقى تلميذ للرب إلا إذا، مش هتقدري إلا إذا أبغضت الجميع حتى نفسي أبغضها من أجل الرب. أما الآية المحورية بتاعتي في العظة الثانية ده لو أنتوا اخترتوها هتكون تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. ومين اللي بيقول الكلام ده؟ الرب برضه. اوكي، ها نكمل في الوعظة الاولى ولا الثانية؟ لا لا، اللي بيقول الاولى يرفع ايديه. طيب نزلوا ايديكم. اللي بيقول الوعظة الثانية يرفع ايديه. على فكرة ده مؤشر لحاجات. نزلوا ايديكم. الوعظة الأولى فيها تكلفة، الوعظة الثانية ربما تكلفتها أقل، لكن مش إشكال، أنتوا اخترتوا برضو العظة، عظة جميلة اللي أنتوا اخترتوها كان أغلبية الحقيقة، فأنا مع رأي الأغلبية. لكن كان في كده كم واحد أشوف مرة تانية اللي قالوا الوعظة الأولى؟ أنتوا في ناس غيرت رأيها ولا إيه؟ شكلكم مش لاثقين على بر. طيب ارثوا على بر علشان انا اعرف كمان، احنا خلي بالكم في مشاهدين بيتفرجوا علينا، فيعني طيب نمشي شويه في الاثنين يمكن ايه واحده كده تلمع معاك اكتر.
أوكي؟ بس هي الوعظة الأولى في التلمذة مطلوب منك إنك تبغض الكل، بس الوعظة الثانية مطلوب منك إنك تحب الكل. أوكي؟ طيب أنا عندي وأقدر أقول لا خلينا في معلش إبراهيم، أنا أعتبره واحد من الأتباع الحقيقيين للرب. معلش سوري نقلت على الوعظة الأولى. وإبراهيم كان في حياته اختبارات، فأول اختبار كده وأول محك بعد ما ترك بيته وبيت أبوه وأرضه وعشيرته، الرب قال له شوف لوط حلو وابن أخوك واللي طلعت بيه من الدنيا ولسه ما عندكش أولاد، بس مش هينفع تكملوا مع بعض. فراح إبراهيم قال للوط إن ذهبت يمينا فأنا شمالا، الأرض كلها قدامك. شوية وفرح إبراهيم والرب اداله إسماعيل من هاجر، بس الرب قال له معلش إبراهيم أنت حبيبي وأنت تلميذي وأنت لازم تتبعني بقلب كامل، وأنا لا عايز هاجر ولا عايز إسماعيل. شوية تاني قدام وحدث بعد هذه الأمور، قال له إبراهيم أنا عارفك بتحب إسحاق وأنا عارف إنه ابنك وحيدك اللي بتحبه، لكن معلش الطلب مرة دي صعب شوية، هتاخد ابنك ده وتصعده محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. ونجح إبراهيم في الغالب في امتحان أنا وانت وانت صعب قوي ان احنا ننجح فيه، لكنه بكده اظهر انه بيحب الرب تماما وبيخاف الرب تماما، الى الدرجة اللي بيها الله قال له الان علمت انك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني، ما كانش عندك غالي لان كنت انا اللي على قلبك غالي. ربنا بيقول كده لإبراهيم. اللي أحلى من إبراهيم الرب ليه كل المجد، والرب ليه كل المجد أخلى نفسه وعمل إيه كمان، وضع نفسه وعمل إيه كمان، بذل نفسه كل دي آيات، وعمل إيه كمان، أسلم نفسه، عمل إيه تاني، لم يمجد نفسه وعمل إيه كمان، لم يرضي نفسه. وقدم لي دعوة انه زي ما هو عمل كل ده وحمل صليبه قال لي عاوز تتبعني، عاوز تكون تلميذ ليا، تعالى واحمل صليبك وانكر ذاتك واعمل ايه واتبعني. اكيد اشتقتوا على الوعظة التانية ولا انتمكتوا في الأولانية؟ يعني أنا شايف أنكم دخلتوا معايا شوية في الأولانية مش كده؟ طيب ما هو مهم قوي أن احنا نحب الرب إلهنا من كل قلبنا ومن كل فكرنا ومن كل قدرتنا ومن كل قوتنا، ولا مش مهم؟ مهم جدا. بس في امتحان جوهري يأكد انك بتحب الرب الهك. ايه؟ يوحنا بيقول في الرسالة الاولى ان كنت لا تحب اخاك الذي تبصره فكيف تحب الله الذي لست تبصره. معنى ايه الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان واحد قال انه بيحب الرب لكن ما بيحبش اخوه فهو كذاب. بس خلي بالك انت علشان تحب الرب
لذاما عليك تعمل ايه؟ تحب قريبك. طب وعلشان تحب قريبك لذاما عليك تعمل ايه؟ اثم تحب الرب الهك من كل قلبك، والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. فانت لو ما بتحبش نفسك مش هتحب قريبك، ولو انت مش بتحب قريبك مش هتحب الرب. وبالتالي مطلوب منك كبوابة رئيسية انك تحب نفسك وتنظر نظرة لذاتك فيها إعزاز وفيها تقدير وفيها محبة وفيها إعزاز. لما كان يبقى عندنا دكتور في الجامعة ومش طايق تبان وشه زي ما بيقولوا، فكانوا الطلبة بيقولوا إيه؟ ده بيكره روحه. هيحب الطلبة؟ فأثار الواحد ما يقدرش يحب الآخرين إلا لو حب نفسه. أكمل في لازم تبغض نفسك ولا تحبها؟ تبغض أباك وأمك وامرأتك وأولادك ولا تحب قريبك كنفسك؟ يعني أعمل إيه أنا دلوقتي؟ من الآخر كده، هحبهم ولا أكرههم؟ هحب نفسي ولا أبغضها؟ أنا أقول لك على حل سحري وحل كده جميل قالوه البعض، وأنت فكر معايا. أنت دلوقتي ما حدش يقدر يعني يضحك عليك بالكلام. قيل أن يبغض يعني يحب أقل. ها؟ قيل أن كلمة يبغض اللي الرب قالها يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه يبغضها من أجلي، يعني يحب أقل. أن في ترجمة يعني ليحب أقل، إن من كتر محبتي للرب تبان محبتي للآخرين وكأنها بغضة وكأنها كراهية. إيه رأيكم في الحكاية دي؟ كم واحد موافق؟ مش كتير مقتنع. عارف زمان أنا لو كنت قلت الكلام ده كان كم واحد وافق؟ طب الأكبر سن يعني أنتوا وافقتوا على الكلام ده قبل كده ولا ما وافقتوش؟ وافقتوا؟ أنا عندي ثلاث مشاكل في الكلام ده. أول مشكلة لغوية، وتاني مشكلة عملية، وتالت مشكلة لاهوتية. ركز معايا، أنا مش موافق على إن يبغض يعني يحب أقل، وعندي بدل المشكلة ثلاثة. أعرض عليكم المشاكل وبعد كده أنتوا شوفوا لي ثرفة علشان هنقول. يعني الوعظة الأولى وأكمل على طول، يعني الوعظة الثانية وكمل على طول، أوكي؟ طيب، أنا طبعاً عشمي في تركيزكم كبير. يبغض لغوياً يعني يكره. حد عنده مانع. طيب، ويكره لغوياً يعني يمقت. حد عنده مانع؟ ويبغض اللي هي يكره، اللي هي يمقت، اللي هي مش طايق، اللي هي لا يمكن بحال من الأحوال في اللغة تيجي بمعنى يحب أقل. أوكي؟ ولاحظوا إنه إحنا خسرنا كتير من محاولات تخفيف كلمات الكتاب. يعني كل كلمة تيجي كده وتبقى واضحة وثارمة وقوية. احنا احيانا بنعمل ايه مع قوة هذه الكلمة
وكلمة الله قوية جدا. نعمل ايه؟ نخفف، نهدي الدنيا شوية. أصل الكلام ده صعب، من يستطيع أن يسمعه؟ قالوا للرب مرة كده. فأنا عندي مشكلة لغوية، عندي مشكلة عملية. ايه؟ أنا باجي أحب مراتي وباجي أحب أولادي، كل ما حبيت الرب أكتر محبتي ليهم تبان بغضة، ولا محبتي ليهم ما بتبانش على حقيقتها إنها محبة حقيقية قوية فعلية إلا لو حبي للرب زاد؟ جرب الحكاية دي مع بابا وماما. مؤكد طبعا مهما كانوا دقة قديمة، ومهما كانوا ما بيفهموناش، ومهما كان جيلنا غير جيلهم، إلا أننا بنحبهم وهم بيحبونا. بس لاحظ حاجة، أنه أوقات أنا بحب بابا وماما محبة احتياج. أنا محتاجهم، محتاج احتوائهم، محتاج تشجيعهم، محتاج قلبهم، ومحتاج جيبهم، ولا مش محتاج كل ده؟ محتاج كل ده. لما احب الرب اكتر احب بابا وماما وهفضل بحبهم محبه احتياج، لكن هيجي نوع جديد من انواع المحبه اختبرته من خلال محبتي للرب ومحبه الرب ليا، محبه منح. طب هما بابا وماما عاوزين ان انا اقدم لهم حاجه؟ اه طبعا، مؤكد. عاوزين اقدم لهم طاعه، وعاوزين امنحهم كرامه، وعاوزين اديهم وقار، وعاوزين ما يكونوش قليلين في نظري لكن يكونوا اعلى ناس في الدنيا. سؤالي انا، لما احب الرب اكتر محبتي ليهم تبان كراهيه ولا تبان محبه على حق؟ تبان محبه على حق. اوكي، فيبغض يعني يكره. وعمليا لو حبيت الرب مش محبتي للباقيين هتبان على انها كراهيه. اما المشكله الثالثه، ودي اصعبهم، مشكله لاهوتيه. فلو انا افترضت انه يوجد اله يقول لي عايز تحبني انا موافق بشرط، طريقك الوحيد لانك تحبني انك ما تحبش حد معايا. حبهم بس خلي هذه المحبه تبان وكانها كراهية لأنك حبيتني أنا. فهل وإحنا بنطالع كلمة الله تقابلنا مع إله، وحاشا أن أقول تقابلنا مع إله أناني؟ ربما ليك صحبة هي مش هتصحبك إلا لو تخليتي عن الباقيين أو حبيتيهم أقل، غير كده مش هتمشي معاك. هل الله ممكن يكون بهذا الشك؟ وبالتالي انا قدام اختيارين مفهومش مواربة. الاختيار الاول هو ان ابغض نفسي وابغضها بمعنى كلمة ابغضها، وابغض الجميع وابغضهم بمعنى كلمة أبغضهم. وأقدر أقول إن تبعيتي للرب دايرة كده كبيرة متقطعة معاها دايرة تاني بغضتي للجميع، ومتقطعة معاها دايرة ثالثة بغضتي لنفسي. لكن أقدر أقول كمان إنه نفس الثلاث دوائر المتقطعين أحط محبتي للرب متقطعة معاها محبتي للجميع، ومتقاطعة معاهم الدائرة الثالثة محبتي لنفسي. من يحب امرأته يحب نفسه. طبعا انتم مش متجوزين، لكن الصف اللي قدامي ده كله الاولاني ده كله، مش كله، معظمه متجوزين. هو طبعا ممكن يخافوا فمحدش هيقول لا، فلو عديت على واحد واحد تحب امرأتك؟ حد يقدر يقول لا؟ طب خلي بالك بقى،
من يحب امرأته يحب نفسه. طب ودي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة حلوة مش كده؟ طيب بس ده اللي بيحب نفسه ده هيهلكها، دي حاجة وحشة. طب خليني أنا أسأل سؤال وانتوا جاوبوا. واحد بيحب نفسه مغرم بنفسه ما بيشوفش إلا نفسه يقدر يحب الآخرين؟ ها؟ لا. طب خليني أنا أسأل سؤال تاني وأقول، واحد بيكره روحه مش طايق روحه وإن طال يعمل في روحه ما يعمل وما لا يعمل هيعمله، هيحب الآخرين؟ أوه. يعني أنا لو حبيت نفسي مش هحب الآخرين، ولو كرهت نفسي مش هحب الآخرين برضو، ولو أنا محبتش الآخرين مش هحب الرب. حد اتلخبط؟ طب ده انا اعتبر كده نجحت. طيب خلوا بالكم بقى من الحكاية دي، اللي مهم، وانا عرفت ان الاخ عصام يمكن لمح ليها، في حاجة اسمها الانا، وفي واحد تاني غلبان اسمه انا. اوكي، بس يعني لتشابه الكلمتين دول قوي كل ما اجي اوعظ واقول الانا وانا والانا وانا، انا هتلخبط وانتوا مش ناقصكم لخبطه، كفايه اللي اتلخبطناه. فمعلش يعني ما جراش حاجه لو استخدمت كلمه انجليزي ونتفق على انها تبقى بالنسبه لنا معناها الانا، الكلمه دي بيرسونا. وكلمه انجليزي تاني، وبدل لما اقول الانا وانا، الكلمه الثانيه اسمها كاركتر، ونتفق ان انا عندي بيرسونا وليا كاركتر. حد موافق لحد كده؟ اوكي، انا عندي بيرسونا وليا كاركتر. ربما حد يقول لي يا عم اعمل معروف كلمنا عربي. خلاص، انا جوايا الذات، لكن كمان في حاجة اسمها الشخصية. انهي اوضح؟ بيرسونا وكاركتر. انا ما زلت شايف ان بيرسونا وكاركتر اوضح. طيب نساعدكم تاني، ممكن انجليزي تاني. تسمعوا عن حاجة اسمها سيلفشنس؟ يعني ايه بالعربي؟ انانية. اوكي شطار. تسمعوا عن حاجة اسمها سيلف كونفيدنس؟ يعني ايه بالعربي؟ ثقة بالذات. هل السيلفشنس زي السيلف كونفيدنس؟ ولا دي حاجة ودي حاجة؟ طب اعمل ايه تاني يعني؟ تسمعوا عن حاجة اسمها الاعتداد بالذات، الغرور، الكبرياء، وفي حاجة اسمها ثقة بالنفس. من كل الكلمات دي قدرت أنا أكون مجموعة، الأنا، البرسونا، الذات، سيلفشنس، الاعتداد بالذات، دي مجموعة كلمات. أوكي، في مجموعة كلمات تانية، أنا، كاركتر، شخصية، سيلف كونفيدنس، ثقة بالنفس. هل تشعروا ان الكلمات دي غير الكلمات دي؟ عندكم هذا الانطباع؟ حلو قوي. لاحظ بقى حاجة تاني، هل انا بس اللي فيا الانا والبرثونة والذات والسيلفشنس والاعتداد بالذات، ولا حضرات
الأفاضل جميعكم عندكم الكلام ده. طب وبابا وماما كله كله. طيب هل أنا وحدي بس اللي أنا وكاركتر وشخصية وكده يعني، ولا كلكم كده برضو؟ كلكم كده برضو. أوكي، أفهم من كده إنه في حاجة اسمها حب البرسونا، وفي حاجة تانية اسمها حب الكاركتر. لاحظ حاجة بقى، لاحظ حاجة، معلش ركز معايا، سيبك من الشاشة شوية وخليك معايا. كل واحد فينا لعوامل معينة هقولها دلوقتي، واخد بالك، عنده الرغبة في انه يكون نمبر وان. بيتولد بالحكاية دي، والنشأة هنشوف دلوقتي بتعمل كده، والحياة والمجتمع والتقل كل حاجة عايزة تخليني أنا في الصدارة. تلاميذ الرب مثلموش من الحكاية دي، فدبت بينهم حتة خناقة، والرب كده بص الورا في ايه، فرح كل واحد كده أحرج ولما روحه. أصل كانت الخناقة على مين يا ترى الأول؟ ليه كانت الخناقة دي؟ علشان كله بيحب البرسونا. لاحظ حاجة، إنه أنا ربنا لما خلقني خلقني بكاركتر. أوكي، الكاركتر ده يشمل إيه؟ يشمل كل حاجة. يشمل شكلي، طويل قصير، تخين رفيع، أبيضاني أثمراني أمحاوي. أوكي، ويشمل إمكانياتي الذهنية، أكاديميا حد الذكاء، متوسط الذكاء، تحت المتوسط، مهاريا ماهر، متوسط، ماليش في حاجة أبدا. وخلي بالك مؤكد في حاجات عالية، ومؤكد في حاجات، ومؤكد في حاجات أبيض، مش كده؟ بس لاحظ، أنا الكاركتر اللي أنا بيها دي مش هتخليني أحقق البرسونا، أحقق الذات. الكاركتر دي، المستوى المادي العلمي الاجتماعي الثقافي حتى المستوى الروحي، ولا الأمور الروحية مش بتدخل في الحكاية دي؟ بتدخل. ده مش هيخليني أحقق البرسونا. ليه؟ لأنه في ناس مميزين عني في حاجات كتير. فواحد ماديا أعلى مني، وواحد روحيا أعلى مني، وواحد علميا أعلى مني، وواحد شكلا أعلى مني، وواحد اجتماعيا أعلى مني، وواحد ثقافيا أعلى مني، وواحد خفة دمه أعلى مني. فهبص ألاقي روحي أنا مش عاجبني حتى أني أكون مع دول. خلي بالكم، مفيش حاجة اسمها أنا خجول. وربما الكلام ده يعترض عليك كثيرين، بس اسمعني، لأن أنا خدت التجربة وكنت مفكر روحي خجول، لكن اكتشفت انه ما فيش حاجة اسمها حد خجول، لكن اكتشفت انه في واحد بيحب البرسونا فيخاف يقرب، يبان انه قليل فيضطر انه يعمل ايه؟ يبعد. فلما يقولوا له انت بعيد ليه؟ يديها شكل حلو ويقول اصل انا بطبعي خجول. لكن لو ابتدى يحب الكاركتر، شخصيته، مستوى المادي حتى لو ما كانش غني قوي، ومستوى العلمي حتى لو ما كانش الاول على الدفعة، ومستواها الشكلي حتى لو ما كانتش ملكة جمال، ابتدى يحب بابا وماما حتى لو غلابة، هو كده بيبتدي يحب ايه؟ الكاركتر. وفي نتيجة لحب الكاركتر،
انك هتلقى ربنا على الاقل ميزك بحاجة، زي ما كل واحد في الدنيا مميز بحاجة، فاحنا كلنا غير بعض. لكن لو انا حبيت الكاركتر بتاعي هقدر احب الكاركتر بتاع الباقيين، فهقدر اكون مش بس مع الكل لكن اقدر اكون مع المؤمنين، علشان نوصل للغرض الاثمى اللي هو مجد الله من خلالنا كجماعة. متابعين؟ اوكي. يبقى في تناسب عكسي ما بين محبتي للبرسونة ومحبتي للكاركتر. كل ما محبتي للبرسونة زادت فانا عايز ابقى الاول في كل حاجة، بكره الكاركتر لان الصفات دي، لان الامكانيات دي، لان الشخصية دي مش مأهلاني اني احقق اني اكون رقم واحد. فكل ما بحب البرسونة بكره الكاركتر، لكن كل ما بأبغض البرسونة ونزلها من على العرش وما تبقاش ذاتي وكبريائي لكن يبقى الرب، فكل ما ببغض البرسونة بحب الكاركتر اللي الرب عملني بيه. وممكن اكون قصير شوية لكن حابب الكاركتر اللي ربنا عملني بيه، وممكن تكون تخينة حبتين بس حابة الكاركتر اللي الرب عملك بيه. التخينة ممكن تعمل دايت، القصير ممكن يلعب عقلة برضو، يعني مش هنغلب. انا مش ضد ان احنا نغير ما يمكن تغييره، لكن في النهاية لابد لنا من قبول الكاركتر اللي ربنا عملنا بيه. ربنا عملني كده. ده في واحد كره العيلة اللي جيب فيها، وكره البلد اللي جيب فيها، وكره الجمهورية اللي اتولد فيها. اخي ربنا ما جابناش ليه في بلد احلى من كده؟ لكن مهم جدا انه نبغض البرثونة ونحب الكاركتر. لاحظوا حاجة، انه الواحد بالطبيعة بيحب البرثونة ولا الكاركتر؟ بالطبيعة مولودين كده يا عمي، صدقني كده من غير ما ها، ولا فينا حد مش مولود كده، مولودين كده. ودي الطبيعة الساقطة اللي ورثناها من آدم. أصل آدم دخلوا فكر هو وحواء تكونان كالله، فعشان أنا بقى الله لازم أعمل إيه؟ أكوش على كل حاجة. وسمعنا خدمة بالشكل ده مع الأخ عصام خليل، أفكركم بيها وأنا بختم المؤتمر علشان نلم الحكاية مع بعض. إله أم إنسان؟ أنت إيه؟ مركز ولا بتلف في مدارك حوالين المركز؟ فإحنا بالطبيعة مولودين بنحب البرثونة. طبعا انا قلت كل ما حبيت البرثونة كل ما كرهت الكاركتر. مش بس كده، مش بس الطبيعة، لكن كمان التنشئة. فيجي بابا وماما عاوزينك تطلع الاول، انا اقول لك اهو من اولها واحنا لسه في شهر 8. ابن عمك جاب كام يا حبيبي؟ 99%. دخل ايه؟ دخل طب. بياكل احسن منك؟ بتلبس احلى منك؟ يعني هو يعني له ايدين وانت مالكش ايدين؟ هي فيها مخ يعني وانت لا مؤاخذه هنا في؟ فاحنا اهو. مره كنت في اجتماع لمجلس الاباء وحد قال لي عن ابنه الاول، طبعا هو يقدر ما يطلعش الاول؟ الواد الاول تحت تهديد السلاح. ادخلي فنون جميلة براحتك، هاتي مجموع طب وادخلي فنون جميلة، بس ان ما جبتيش مجموع طب يبقى. فالتنشئة، وهنا برضو انا مش بكلمكم بس، لكن بكلم الاباء والامهات اللي شايفيني على الفضائيات. اولادنا مش علشان نحقق احلامنا اللي احنا ما حققناهاش من خلالهم، مش عشان يعيشوا لنا
العيشة اللي احنا ما قدرناش نعيشها، لكن هيعيشوا حياتهم ويحققوا أحلامهم. فالكلام ده يا رب يكون واضح للجميع. مش بس الطبيعة والتنشئة بتؤدي إلى حب البرثونة، لكن كمان الحياة بقسوتها وتعبها وخلبها بتخلي الواحد يعني طب هعمل ايه يعني؟ اغرق انا يعني؟ ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. فالحياة بتخلي الواحد يعمل ايه؟ يحب البرثونة. مرة قريت واحد صاحب ميكروباص كاتب من ورا: لو عايز تعيش ما تعدنيش، انا عدي الاول. وبالتالي الحياة والطبيعة والنشأة وكل حاجة بتخلينا نحب البرثونة. وتخيل انت بتتعامل مع ناس والناس اللي انت بتتعامل معاهم بيحبوا البرثونة، وكل واحد بقى بيحب وخلي بالك بقى، محب على محب برثونة على محب برثونة ما يركبوش مع بعض ابدا. عرفت ليه في خناقات حتى في الاجتماعات؟ أرجو تكون وضحت. إيه الحكاية؟ يا أخي بنحب البرثونة. عرفت ليه في مشاكل أسرية؟ محبة البرثونة. عرفت ليه في خصومات وحروب؟ محبة البرثونة. طب وإيه العمل؟ أنا أقول لك إيه العمل. دي النتيجة الطبيعية، لأن كل العوامل تؤدي إلى I love me, myself, and I. كترهم ولا قليلين؟ كل العوامل تؤدي إلى المنظر اللي انتوا شايفينه ده. إيه الحل؟ مفيش حل غير إن ربنا يشتغل. عارف إحنا ليه بنعمل مؤتمرات؟ علشان ربنا يشتغل. عارفين انا ليه بقرا في الكتاب؟ مش عشان اعرف اوعظ بجد. عارفين انا ليه بقرا في الكتاب؟ علشان ربنا يشتغل. عارفين ليه بنحضر اجتماعات؟ علشان ربنا يشتغل. عارفين ليه بنصلي؟ علشان ربنا يشتغل ويبتدي يشغله معايا. وشغل بقى طويل قوي. ليه؟ لان انا بحب البرثونة جدا وبكره الكاركتر قوي. فهو يقول لي شغلي هيكمل معاك لحد ما تحب الكاركتر قوي وتكره البرثونة جدا. الشغلانة دي بتاخد من الرب انجاز. ليا التعبير اقول مؤتمرات وقراية في الكتاب وصلاة وعمل فردي وعمل كله. واقول لكم على حاجه، اوعوا تفكروا انه انت يعني علشان في تانية ثانوي محتاج الكلام ده والخادم الكبير مش محتاج الشغلانه دي. لكن كلنا من اكبرنا لاصغرنا محتاجين شغل ربنا. وشغل ربنا بقى لما يلقى البرثونة متربعه على العرش يقول لي لا، تسمح لي انا اخد عرش القلب وامتلك الحياه وخلي البرثونة تنزل شويه. فتبص تلاقي ربنا بيعمل ايه؟ بيشتغل. وواحده واحده نتائج شغله معايا، نتائج شغله فيا تبان. فزي ما بيشتغل يشتغل كمان. وبدل لما يبقى I love، لا myself. انت لا واي حد تاني لا. أصل البرثونة ما تتحملش تعيش مع حد تاني. طب وايه تفتكروا ربنا لما يشتغل معايا هيعمل ايه؟ هيخليني اشطب على myself ويبقى I love you
لكن بكره روحي. تفتكروا ربنا لما يشتغل فيها يعمل كده؟ خلي بالك ربنا لما يشتغل فيها وصل لنتيجه. I love myself and you. فربنا بيعمل ايه؟ بيشتغل. ها؟ طب يعني امكانياتي متواضعه. اهو ربنا بقى بيشتغل بيجيبهم دول. وخلي بالك الكاركتر عندهم بيكرهوا الكاركتر، بس ربنا يروح مشجع قوي. حبهم في البرثونة كرههم في الكاركتر. اديك مثال، تاخد مثال موسى. كان بيحب البرثونة، ففكر ان الرب هيعمل ايه؟ هيخلص بيه الشعب. فوعى وشك وراح قاتل المصري ومخلص العبراني، وفي خناقه بين اتنين عبرانيين، قام داخل بصدره يفضها، وما كانش واخد باله انه بيعمل كل ده علشان البرثونة. نجح ولا فشل؟ فشل. فجي الرب قال له تعالى بقى، قال له لا، ده انا مش صاحب كلام ولا اعرف اتكلم، وثقيل الفم واللسان، والشعب الثلب الرقبة، ومش هيصدقوني، واعمل معروف. اوقات بنشكر في الموقف ده، بس انا اعتقد ان نتيجة محبة موسى للبرثونة ادت الى كراهية للكاركتر. ابتدى الرب يعمل ايه؟ يقول له انا عايزك بالكاركتر ده. لاحظوا ان موسى لما قال له انا ثقيل الفم واللسان، الرب قال له طب يلا من النهارده ما انتش ثقيل الفم واللسان. عمل كده الرب؟ لا، ما عملش كده الرب. ما قال له ايه؟ بالكاركتر ده انا هشتغل بيك. جدعون برضو كان عنده أثمت برثونة أدت إلى كراهية للكاركتر، فمش قابل هذه الإمكانيات الضعيفة. فالرب ما قالوش هديك قوة مضاعفة، أما الرب قال له إيه؟ قال له اذهب بقوتك هذه واعمل إيه؟ وخلص إسرائيل. فيبتدي الرب في شغله فينا يعمل إيه؟ يحببك في الكاركتر بتاعك. كل ظروفك، كل امكانياتك، بابا وماما اللي انت مش قابلهم، علشان ابو وام اصحابي متعلمين ودكاتره ومهندسين، وبابا وماما غلابه فقراء. انا بحب الكاركتر، ومش بحب الكاركتر بتاعي فقط، لكن بحب الكاركتر بتاع بابا وماما واخواتي والناس اللي معايا في الاجتماع. فلاني حبيت نفسي ككاركتر قدرت احب الاخرين. ولاحظ انه محبتك للبرثونة تفتح البوابة لكراهيتك للاخرين، لكن محبتك للكاركتر تفتح البوابة لمحبتك للاخرين ككاركتر. طب والاخرين كبرثونة تكرههم زي ما بتكره روحك كبرثونة. وهنا الرب قال يبغض ابوه وامه ومراته واولاده واخواته ونفسه، ويبغضها مش يعني يحبهم اقل، لكن باعتبارهم برثونة. اي حد عاوز يبقى محور، اي حد عايز يبقى اله، انا ما احبش ده فيه، لكن اللي عايز يبقى اله ده له كاركتر ولا ملوش، انا بحبه ككاركتر وبكرهه كبرثونة، وبحبه قوي بكل ما تحمله كلمة محبة من معنى ككاركتر، وبكرهه قوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى كبرثونة. خلي بالكم دي معادلة صعبة قوي. ربنا بيشتغل ويشتغل كمان ويشتغل كمان وكمان، علشان في النهاية أبقى أنا وأنا مميز جدا ككاركتر. شايف كل واحد فيكم باعتباره مميز أيضا ككاركتر، فقادر من خلال محبتي لنفسي ككاركتر، محبتي ليكم كلكم اللي بيها بأؤكد اني بحب الرب محبة حقيقية. ولاحظوا انه ده مش هيعطل تلمذتي لي في شيء، لاني بأبغض البرثونة بكافة انواعها فيا وفيكم وفي كل الاخرين، علشان يفضل الله وحده.
فهمتوا ايه مشكلتنا؟ مشكلتنا انه انا بحب ذاتي وبكره نفسي. عاوز ابقى الاول ومتغاظ من امكانياتي اللي مش مساعداني. ايه المطلوب؟ اتنازل عن رغبتي في اني اكون الاول. بكره البرسونة وابتدي اقبل الوضع اللي ربنا حطني فيه، الشكل اللي ربنا ادهوني، المستوى الاجتماعي اللي ربنا عيشني فيه، الامكانيات الذهنية اللي ربنا ادهاني. مش لازم ابقى علامة، لكن زي ما انا بالامكانيات اللي ادهاني الرب اقول له يا رب لاني بحبك وانت اللي حطيتني بالشكل ده وبالامكانيات دي وفي الوضع ده، فانا قابل شكلي وقابل وضعي وقابل عيلتي وقابل المؤمنين اللي في الاجتماع معايا وقابل زمايلي اللي في الكلية ككاركتر، ومش هسمح لبرثونة فيا او في الاخرين انها تاخد مكانك علشان انفع اكون تلميذ حقيقي ليك. طبعا ارجو ان احنا نكون فهمنا ان كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده حاجة واحدة، وان كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده محتاج شغل ربنا فينا. يجوا نقول للرب واحنا في اخر فرصة في المؤتمر، كمل شغلك في حياتنا يا رب. تعالوا كلنا نرفع قلبنا للرب، ارفع قلبك للرب وقول له اشتغل فيا، بحب البرثونة واناني ومغرور ومتكبر وعاوز ابقى رقم واحد، لكن من النهارده يا رب ساعدني اني انزل ذاتي من على العرش وتكون انت وحدك، تكون انت وحدك. اطلب الرب وقول له حلو شغلك فيا يا رب، وانا قابل شكلي وقابل وضعي وقابل امكانياتي. انت خلقتني كده، هغير كل اللي ينفع يتغير وهقبل كل اللي ما ينفعش يتغير. واشكرك لاني مميز جدا جدا، لانك حبيتني وصممتني، صنعتني كده، صنعتني غير الباقيين. يمكن مش احلى منهم لكن كمان مش اوحش منهم، انت عملتني بطريقه مختلفه وانا قابل شغلك في حياتي. فقط يا رب كل اللي بطلبه منك خليني ابغض ذاتي، خليني ابغض كل رغبة داخلية في اني اكون مكانك، تكون انت وحدك. خلونا كلنا نرفع قلوبنا للرب. تعالوا نقف مع بعض ونقول له لست لذاتي، لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ملكك يا رب، إني لك أعني وخذ يدي بيدك. لست لذاتي شهواتي، بل ها حياتي ملكك يا رب، إني لك أعني عند ربوعي تمسح دموعي تشبع جوعي ربي يسوعي، وتهدني عند ربوعي تمسح دموعي وترثلي، تشبع جوعي ربي يسوعي وتهدني إلي تهدني.
مسلما لما تقول له انا مش لنفسي يا رب، انت المركز وانت الاساس. لما تيجي في اخر المؤتمر وتقول له انت هتكون قدام عيني على طول، هتعرف تعيش وانت عارف ان ليك زي ما كنا بنقول في الترنيم غلاوه خاصه ومكانه خاصه على قلبه. الناس يقولوا زي ما يقولوا، بس انت عارف ان ليك قيمه غاليه، والقيمه دي هتفضل ثابته في عينين الرب وفي عينيك. الناس يقولوا زي ما يقولوا، كذبوا من قالوا اني وحيد، لكن أنا هقول إن أنا غالي على قلبه، فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، والله يحميني إذا ساءت بي الأحوال، وإلهي في قربي يشبعني بالحب وينير لي دربي. لما يكون هو المركز، لما يكون هو الأساس، لما حبي يكون لي بالكامل، لما أقول له أنا مش لذاتي، لما الآن عندي تروح أتمتع بالإله الحلو القريب مني جدا، فالله يرعاني. كذبوا من قالوا إني وحيد، في الأرض دون سنين، من هزأوا من إيماني برب المجيد. كذبوا من زيفوا الكلمات واستسلموا للذات، وأشاعوا أن الله بعيد بعيد كما السماوات. كذا قول بفخر، فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، والله يحميني إذا ساءت بي الأحوال، الأحوال، وإلهي في قربي يشبعني بالحب، وإلهي في قربي يشبعني بالحب وينير لي دربي ويحقق الأمان. Oh yeah.
اسمعني بالحب وإلهي في قربي يشبعني بالحب وينير لي دربي ويحقق الأمال كذبوا